زمنا نفكر فيما نحن فيه من فقر أو من غنى، سواء كان الفقر عاما أو الفقر خاصا، أو كان الغنى عاما أو كان الغنى خاصا. فالناس يعتريهم الآن تخوف مما هو آت، تخوف مما هو آت من الفقر. وفي الحقيقة أن ناسا كثيرين ابتلوا هذه الأيام بابتلاءات شديدة في أموالهم في معايشهم وفي ضيق من العيش. فمن الناس على سبيل المثال طوائف كثيرة من الناس ما بين 50 و60 من عمرهم، ولهم ذرية وأزواج وأولاد طلبة في الجامعات والمدارس وبنات يريدن الزواج، فجأة إذا به يفصل من عمله وفي من 50 إلى 60 من عمره، ودأب على حال واحد يشتغل يعمل عملا معينا لا يجيد غيره، فصل من العمل. ماذا يصنع مثل هذا الذي فصل من عمله ولم يعد يجد عملا؟ فهذا ابتلاء حل به على الكبر، وقد يكون له ذرية ضعفاء. فهذا اعترى ناسا كثيرين في هذه الأيام، ومن يفصلهم من العمل قد يكون معذورا أو لا يكون معذورا، ويهنئا له من صبر على عماله في أوقات النكبات وعاونهم. فكم ساعدوه كي يصبح ثريا، كم ساعدوه، فيهنئا له إذا صبر عليهم وتحملهم وقال عسرتهم. فالإنفاق في أوقات الشدة أثوب من الإنفاق في أوقات الرخاء، كما لا يخفى عليكم قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يعني لسق بالفقر. فالإنفاق في أوقات الشدة أسوب وأجره أعظم من الإنفاق في أوقات الرخاء. فليت أصحاب الأعمال لا يبادرون بفصل عمالهم من أعمالهم ويبقون عليهم، فكم ساعدوهم. ورب العزة يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم.